شايف هالمطعم يا رانيا؟ شايفتيه منيح؟ كل هالمطعم أنا حاجزه كرمال عيوني. فيني أعرف ليش متضايقة ومزعوجة؟ أولاً أنا ما طلبت منك إنك تحجز لي مطعم بحاله كرمالي، لأنه هاي الحركات من أصلها بحبها. ثانياً هالمطعم كله على بعضه مو مريح. بس يا رانيا هذا أحسن مطعم بالمنطقة، ولك هذا زباينه كلها من الطبقة الراقية. وأنا من الطبقة الشعبية، وبعتز وبفتخر إني من هاي الطبقة، وأبحب القعدة بهيك محلات. لا يا أنسة رانيا، أنا مو هيك قصدي. أنا آسف يعني إذا أنت ما فهمت قصدي، بس أنا قصدي إنك أنت وعدتيني بالعزيمة وما نفذتيها. خيرة بغيرة. يعني وعد يكون في غيرة؟ أنا هلق ماني رايقة، خليها لغير مرة. أنسة رانيا نزل إيدك. بس فنجان قهوة لو سمحتي. وانت ايمت بدك تلحق الحبقه وتقبر هالفقر؟ الفرصه ما بتجي مرتين بالعمر. بعد شوي معزومه على الغد، تروح تغدي معي؟ بالله بعرف بالعاده بهالوقت هذا بيكون بالبيت، بيكون مع رفقاته. بس غضبان، انا متاكده انه بالبيت. وكيف متاكده انه بالبيت؟ ما دق كله موبايله مغلق. خليك شغله، بدي اروح ادور لك عليه، اذا لقيته بخبرك. لا منروح اثنيناتنا سوا. يعني اذا بتريد، مالي غيرك غضبان. بس يا هدى الله يوفقك يا غضبان، خدني معك. خلص امتى بدك يانا نروح؟ بكره اذا ما عندك شيء. خلص بكره بكره. الله لا يحرمنا منك يا غضبان. خلص خيتي هدى، اعطيني رقمك وبكره بنحكي مع بعض قبل ما نروح. سجل عندك. هلق هيك بضرب عصفورين بحجر. أنا من الأساس أبدي إياها، فيها وجعة رأس وهي رح تحسبها تطنيش. يا أخي شبنا بالحكي، بالله فايزة أكياس وأجمل، بعدين لا عم ولا خالي بتدخلوا بحياتها. حق عليك لك هيثم، أنت رح تطلبتها من عمها، ولك كنت حاكيها وصلها على المعمل، ولك كنت اشتري لك شي نقلة من المعمل تعرف عليها. خلينا بفايزة أحسن.